لكن يارا واصل العمل وانتم فهمتم لا فائده وانا ندخل في التفاصيل القبيحه يعني والتفاصيل التي لا تليق طبعا لا بالرياضه وسلوك الرياضي وسلوك الحضاري الى غير ذلك. ما فعله كافاني لا اعتقد انه استحق الورقه الصفراء في الدقيقه 63. انا باعتقادي بان طبعا هناك تصرف هناك سلوك مشين مغاير للاخلاق الرياضيه ويستحق هذا الفعل من اللاعب. انا تصوري ارجوكم تصوري بان يجب ان يكون لكافاني رد فعل حول ما جرى معه من تصرف مشين تجاهه. هذا التصرف ان تصرف بطريقه اخرى فهو غير طبيعي، سوف يكون غير طبيعي، يجب ان يتصرف. هو تصرف بالحد الادنى، هو تصرف بالحد الادنى، طبعا لم يتصرف بالحد الاعلى الذي قد يزل